السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل للمرحلة الثانية من الراوتينج. طبعا اليوم راح ناخذ فكرة أخرى، مثال آخر. طبعا المثال السابق حتى بس تعرف الفرق، المثال السابق كان أنه أنت عندك الراوتر كركوك وأربيل كلاهما يرتبطون بنفس الفندور، يعني بنفس السورس ISP. زين، اليوم مثالنا طبعا هي طريقة نفسها تركيب، لكن الديزاين مختلف، انه الراوتر الاول بيعطي للراوتر الثاني. الديزاين السابق كان الراوترين بياخذوا من نفس المصدر، صح؟ لكن لاحظ الديزاين الثاني يختلف. الديزاين الثاني انه انت عندك الراوتر هذا بيعطي الراوتر هذا، يعني نقدر نقول قمنا بالرجوع بعد الوان. يعني كيف انه الوان هذا هو عراق، اوكي، مثلا كركوك واربيل مربوطين بالعراق كدولة. فاذا اجي انا افكر، لاحظ هنا في عندك عراق، وممكن اعمل هنا راوت اخر، اوكي، مثل ما يذهب لكركوك اقدر استطيع انه اعمل راوت اخر اعملها المن لاربيل، لكن اخذت الجزء الكركوك يعني بهذا الشكل من كركوك رجعت مع الوان، فالوان لكركوك هي عراق، صح؟ فاذا العراق هنا طبعا في عنده بول خاص IP، اوكي، في عنده منفذين للإيثرنت. لاحظ بالسابق احنا كان عندنا منفذين للإيثرنت، صح، لكن الان عندنا منفذين للإيثرنت كلان، بما ان عندنا بالمحصله ثلاث منافذ للإيثرنت، احدهما هو الانترنت، الثاني والثالث هما لان. هذا هو المحصلة. لاحظ هنا عندنا بالراوتر اللي هو السادس اللي هو العراق، نلاحظ انه في عندنا كم نتورك، واحد enabled، اثنين enabled، ثلاثة enabled. اذا عندي ثلاث ايثرنتس، وكذلك ممكن نتأكد من هذه الطريقة، صح، انه لو اكتب، لو اضغط على الانترفيس، لاحظ في كركوك، اوكي، اللي هو حيمثل العراق، هلاحظ انه في عندي ثلاثة ايثرنت، اوكي، في عندي ثلاثة إيثرنت، أحدهم هو للإنترنت، واثنين من عندهم، واحد من عنده هو يذهب للكمبيوتر اللي هو هذا، الثاني اللي أنا مسميها أربيل اللي هو حيذهب لكركوك، أوكي؟ هذا هي الفكرة. فيمكن التسمية شوية حتكون عندك مشاكل، فليكن بهذا الشكل. لحظة، هذا أعملها كركوك حتى ليكون كركوك، وهذا أعملها أربيل حتى يكون متماثل مع الإعدادات. لاحظ كركوك بيعطي الأربيل، ومن أربيل أنت بتأخذ للمشتركين. فعندك المشترك الموجود في كركوك بهذا الرينج 192.168.1.1، في أربيل 192.168.10.1. أنا أريد أعمل اتصال بين المشترك اللي موجود في كركوك مع المشترك الموجود في أربيل، لكن ما يحصل هذا الاتصال، وسبب واضح أنه الرينجات مختلفة، هذا الرينج يختلف عن هذا الرينج حتى وإن كان كركوك هو بيزود أربيل. فبهالحالة حنحتاج إلى الراوت حتى نستطيع أنه هذا المستخدم يتصل بهذا المستخدم. إذا خلونا نبرمج طرف أربيل كركوك. كل اللي تحتاجه أنت أنه تضيف إيثرنت آخر. لاحظ هنا أنا عندي في الانترفيس، عفوا هذا أربيل، في الانترفيس، لاحظ هنا أنا في الانترفيس أنا عندي ثلاثة إيثرنت، إيثرنت إيثرنت إيثرنت. الدروس السابقة إحنا كان عندنا واحد لان اللي هو كنا بنعطي بها الكمبيوتر ذاته، وكان في عندنا وان، أوكي، الانترنت. الآن في عندي إيثرنت آخر، هذا الإيثرنت اللي هو بيغذي، هذا هو اللي بيغذي أربيل، أوكي. خلونا نرجع هنا بهذا الإيثرنت. كل اللي أنا عملته أنه مجرد عملت addresses، هذا الأدرس قمت بإضافتها، ما أضفتها، خلونا نضيفها، نعمل add، أوكي. كيف نعمل add؟ لو نجي ننظر على المخطط، لاحظ كركوك بيطلع من عنده من هذا الإيثرنت اللي إحنا سميناه أربيل، بيطلع بهذا الرينج، صح؟ إذا خلونا نكتب هذا الرينج 172.16.1. نشوف الـ IP اللي احنا عطيناها للإيثرنت الثالث واحد، اوكي، فحيكون 16.1.24، هذا لأي انترفيس؟ أربيل، اي بمعنى هذا الإيثرنت الذهب الى أربيل. اذا احنا قمنا بتحديدها ليس كـ DHCP وانما ستاتيك، جميل جدا. بهيك حالة يكون عندنا الأربيل ضفنا له أدرس، جميل. اذا
الثالث قمنا بإضافتها، لأنه أنا لحد الآن شارح لك فقط الوان واللان. أوكي اللان اتركه، هذا حاسبتي صح اللي هو الويندوز. هسا احنا بهذا البارت نبرمج. ف 172 16 واحد واحد تمت برمجتها. إذا ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي أربيل. هنا أنا ما عندي أي شيء أضيفه حاليا، لكن ننتقل لأربيل. خلونا نشوف التايم 5 minutes. ممتاز. إذا ندخل لأربيل، لاحظ هنا في عندنا المايكرو ديك هذا. أوكي عملت فورمات من جديد، طبعا عملت فورمات من جديد حتى يكون كل شيء على أصوله. هنا الايدنتيتي حيكون أربيل، وير ار يو بالسيستم حيكون هذا. أوكي أربيل تحول إلى أربيل. أربيل الاي بي اللي أنا بدي أضعها، يعني إذا إحنا this is for one طبعا حيكون صح. لاحظ هذا لان، بس اللي حيجي لأربيل حيكون one صح. 172 16 21 خلونا نشوف. 172 16 21 بسيط جدا، يعني أنت حتعمل إضافة. أوكي إضافة. إذا الوان حيكون 172 16 21 24، هذا الوان جميل جدا. هرجع للجراف، ألاحظ في الجراف أنه أنا هنا 192 168 10 1 24 جميل. أعمل إضافة أخرى، حاخذ لان لأنه أنا أصلا لاحظ الانترفيس اللي عندي 2. أوكي 2، فهنا أنا أجي أضع 192.168.10.1 على 24، هذا لمن؟ لللان. أضغط أوكي. بهيك حالة يكون عندي فقط أنه يكون فقط عندي، لاحظ يكون فقط عندي برمجة الكلاينت. الكلاينت هو أصلا جاهز لأنه إحنا أخذناه من الدرس السابق. لاحظ هنا الكلاينت IP config oh my god IF config هذا لينكس. لاحظ هنا أنا وير أنت ويرك ويرك إثرنت 0. أوكي 192.168 10 3 أرجع للمخطط 10 3. أوكي إذا بهذه الحالة إحنا بالكامل قمنا بالبرمجة، ما عندنا أي مشاكل. زين خلنا نجي على الراوت هنا أنا. وين أنت راوتس؟ أوكي هنا أنا بنلاحظ اللان ريتشبل الوان ريتشبل everything fine. في أربيل إحنا ما عندنا أي شغل، يعني نرجع مرة أخرى لل هذا الزبون، طبعا هذا لينكس. اوكي هذا الزبون هو موجود في اربيل، جميل. وعندك انت اصلا ويندوز موجود في كركوك. خلونا نشوف التايم، نوقف هنا، نكمل الدرس القادم. مع السلامه.